طيب كابتن اسامه، احنا كل ماتش بيحصل فيه طبعا ان احنا بنخسر نقطتين، تعادل او هزيمه، بنقول بنقفل الصفحه، ولكن ما احنا لازم نتعلم من اخطائنا. يعني احنا مازال مثلا مسلسل ضياع الفرص مستمر. يعني هنقول ان انت ضاعت منك البدايه الشوط الاولاني، ولكن انت سيطرت الشوط الثاني، جات لك اكتر من خمس ست فرص، بس طريقه التعامل معاها يعني انا مش عايز اقول سلبي عشان ما يبقاش يعني، بس محبط بالنسبه لينا وبالنسبه للجماهير. مظبوط. اولا انت بتلعب فرقه الجونه، مع احترامي الكامل ليها، الجدول بيبين كل حاجه، كسبانين ست ماتشات، متعادلين ثلاث مرات، وخسرانين 13 مره، ليهم 20 هدف وعليهم 29 هدف. لما تقول 20 هدف 29 هدف، هم خامس اضعف هجوم، يعني في بس اربع فرق يعني قريبين منهم، اللي جاب 19 واللي جاب 20، يعني في 29 هدف عليهم، هم في برضو خامس اضعف دفاع، يعني سموحه 30، المصري بورسعيد عليه 30، ايسترن كامباني 43، ومصر المقاصه 30، وهم 29، يعني خامس فرقه من تحت جايبه عليها اهداف. طيب نيجي نشوف حالتهم اخر 7 8 ماتشات، مغلوبين 5 6 ماتشات، والمدرب كان في موقف يحسد عليه، وكلام كتير انه هيرحل، وانه يعني فرقه هزايم متتاليه، خط دفاع عليهم اهداف ماينس 9، وانت لسه كدوري بقى، لسه كنت خسران ماتش سموحه، وداخل الماتش ده، دي من الماتشات اللي مفروض ما تضيعش، تضيع بالصدفه البحته، يعني تضيع بقى حاجه عدم توفيق غير طبيعي. انت يا استاذ مشروع نضيعها. ايوه مظبوط، انا هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني يكون بقى انت عامل ماتش عالمي وبقى ربك مش رايد، لكن هي الفكره في ايه؟ انت صحيح جالك فرص تكسب بيها الماتش، دي حقيقه، يعني بالذات الشوط الثاني. طبعا الشوط الاولاني يمكن احنا قلنا كره العارضه في اخر اللي هي بتاعت صلاح مصر اللي حطها في العارضه، وكره التسديده الثانيه اللي شاطها حمدي فتحي، ده كان اخر دقيقه او دقيقتين. الشوط الثاني الاداء مش حلو، ادائك انت مش حلو، بس انت اللي مسيطر وانت اللي بتوصل، بس هي المشكله عندك حاجتين ملخبطينك جدا وكانت باينه في الشوط الاولاني. انت عندك رعونه كبيره جدا في حاجتين، انا يمكن قلت واحده منهم الشوط الاولاني، والثانيه قلت لك اللمسه قبل الاخيره، يعني بنوصل كتير ناحيه الجنب، تلاقي اللي بيعمل الكره العرضيه بيعملها وخلاص، لا هي موجهه ولا هي رايحه لحد باتقان، ولا هي قويه، ولا هي انا مجرد يعني اعدي وابقى في موقف حلو جدا وبعدين اعمل كره اي حاجه. كانت واضحه جدا في اكتر من لاعب، كور كتير قوي بتفقدها في مناطق تخلق منها فرص اهداف كبيره. طب الحاجه الثانيه، الفرص بقى اللي جات لك السهله برضو للاسف باستثناء مره او مرتين التعامل فيهم سليم، ولما يجي الفرص تيجي هنشوف التعامل معاهم مش سليم. صح. يعني مثلا كوره بتمشي بالعرض جوه السته وانت لوحدك خالص، تحطها بطن الرجل ضعيفه في ايد الحارس، كوره حمدي فتحي وشريف يدخلوا على بعض وهم جوه السته يارده، لو حمدي سابها لشريف، شريف هيحطها جون سهله جدا. الفاول بتاع 6 يارد، الفاول بتاع علي معلول، مش محتاج القوه دي، دي مسافه توجيه سته، هي كانت قبل السته يارده بنص يارده، يعني ما انا بقول لك قبل السته يارده بيارده، يعني 7 يارده. وجات الفرصه لعلي معلول، ما كانش فيه الضغط عليه ان ما قدرش يتصرف، بس هو حطها بقوه غير طبيعيه. ده التوتر اللي بيقول عليه. فانت حتى الفرص السهله اللي كان ممكن تتصرف فيها افضل، يعني كان عندك اللمسه قبل الاخيره بتتعمل وحش، واللي جالك اللي هي الاخيره بقى، الكام خمس ست فرص اللي جولك، ومنهم كره حسام حسن الاخيره اللي عملها له زياد، برضه مش محتاجه كل القوه دي، انت طالع ولوحدك وكده، رحت عاملها في 6 يارد، رحت عاملها فوق العارضه بطريقه غريبه جدا، يعني بس عايز توجيه في مكان. فالتعامل مع الفرص كتير. انت لما جيت قلت لي على ماتش سموحه، لما انا قلت احنا نستحق الهزيمه، انا لا اقصد نستحق الهزيمه عشان احنا فرصنا اقل من سموحه، احنا فرصنا كانت اكتر من سموحه بكتير جدا، ولكن
ما هو انا مش ذنبي كفرقه اخرى انك انت ما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك. مش عارف تتعامل. ما انا مش هجيلي 20 فرصه وما اجيبش منهم، النهارده يجيلي 7-8 فرص الشوط الثاني ومش عارف اخلص فيهم. هو ده اللي عندهم. لكن فرقه الجونه يعني بيحاولوا بيجاهدوا يعني بيحاولوا يروحوا للجون في كوره ولا حاجه، لكن هو بيقاوح بس عشان يطلع نفسه من الاحباط اللي هو فيه ومستني الجون يجي فيه. انت اللي اهدرت الفرص بكل بساطه وبكل سهوله، وللاسف انه في بعض اللاعبين حالتهم بعيده جدا بغرابه، يعني في بعض الناس في الملعب ما بتحسش بيهم حتى في الملعب، وهم في خلال ال 90 دقيقه بيقعدوا بال 25 وال 30 وال 40 دقيقه. انت بتقول بيلعبوا ولا ما بيلعبوش؟ يعني في بعض الناس بيختفوا، بتقول انت موجود ولا موجود. فللاسف ان احنا لم نستغل الفرصه السهله اللي جات لنا النهارده. صح. لازم ناخد بالنا ونصحح من اخطائنا، واحنا برضو لسه في موقف جيد جيد، وربنا يسهل في الماتشات القادمه يعني باذن